يقول السائل: هل الرمل يكون في طواف النافلة؟ هل الرمل رمل الرمل يكون في طواف النافلة؟ في طواف النافلة. لا، الرمل إنما يكون في طواف العمرة، يكون في طواف العمرة القارن والمفرد بين القارن بين الحج والعمرة والمفرد للحج، هذا الذي فيه الرمل في الأشواط ثلاثة الأولى. أما طواف الإفاضة وطواف الوداع وطواف التطوع فليس فيها رمل، هذه الأطوفة ليس فيها رمل. نعم.